للأسبوع السابع على التوالي، وفي أكثر من 50 موقعاً وأكثر من 200,000 متظاهر خرجوا للاحتجاج ضد الانقلاب القضائي. هنا أيضاً في كابلان التقينا أمير الذي اعتدنا لقاءه في تظاهرات بالفور ضد نتنياهو، لكن أمير يرى أن ما يحدث هنا مختلف وأكثر خطراً. ببالفور نلخمنا نجد إيش نشام بشلوشار كتفيشوم שהורס את המדינה. לא האמנו, אף אחד מאיתנו, שנגיע לאן שהגענו היום. היום אנחנו כבר בדיקטטורה דה פקטו. אתה יושב פה בן אדם שהוא בעצם אמור להיות נבצר בכלל, שנאשם בשלושה כתבי אישום, סביבו אוסף של אנשים, עולם תחתון ממש. كسر عدد المحتجين في مدينة حيفا رقما قياسيا جديدا بتظاهر 17,000 متظاهر هذا الأسبوع. وفي التظاهرة هتف المحتجون ضد محاولات أريان درعي العودة إلى منصب وزير بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه. אני חושב שכל היהדות קוראת לכבוד האדם, לחירות, לשוויון, ודווקא בגלל שאני כל כך, התנ"ך כל כך חשוב לי והיהדות כל כך חשובה לי, באתי לפה בשביל להביא את הדבר של היהדות שאני מאמין שהיא רוצה. وكما في كل أسبوع خرج 1,000 متظاهر في مدينة بئر السبع للاحتجاج أيضا ضد استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في تشريع بنود قوانين الانقلاب العسكري. مستمرون في المظاهرات والاحتجاجات ضد القوانين العنصرية التي يقوم بسنها أو تسنها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بيبي نتنياهو ووزير القضاء رافين ليفلين الذي يستكمل هذه القوانين التي هي تضر بجميع الشعب في دولة إسرائيل. بدا واضحا أن منظمي الاحتجاجات في أكثر من موقع اهتموا بضم خطيب من المجتمع العربي في محاولة استقطاب وضم هذا المجتمع ليكون شريكا في التظاهر ضد الانقلاب القضائي الذي سيكون هو أول ضحاياه.